شو بدك لسه ولا؟ شو بدك؟ سودت وشي، الله يسود وشك، سودت وشي، سودت وشي. معلش هدي اعصابك بس عم بيك، شرف شرف ارتاح. بترجاكم استاذ، بترجاكم رجاء شديد اللهجه انه تعاقبوا لهالحيوان وبالطريقه يلي بدكم اياها، وانا مستعد اعملكم تفويض بهالشيء. بسام بيك الموضوع مو موضوع تفويض. لكن ارفعوه فلقه، ارفعوه فلقه بالباحه قدام كل رفقاته حتى يتربى. مرحبا. اهلا وسهلا، انا ولي امر الطالب سامر شالاتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تحياتي، شرفت. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، انا رجل الاعمال بسام شالاتي، والده لسامر. يا اهلا وسهلا فيك، شرف شرف، ارتاح. شكرا. بالحقيقه نحن من زمان منتظرين هالزياره. معلش بدكم تعذروني لانه ظروف شغلي وعملي ما عم يتركوا لي مجال حتى اجي اطمن على ابني سامر. بصراحه بسام بيك وضع سامر ما بيسر بنوب. هي ورقه علاماته للفحص التجريبي، شوفها واحكم بنفسك. العمى؟ العمى شوها؟ صباح الخير استاذ. صباح النور. شو ليش مالك بالدرس يا ابني؟ استاذ حضرتك طلبتني. معلش يا ريت تذكرني باسمك. سامر شالاتي، بكالوريا شعبة تاني. ايوه هلا تذكرت. شوف يا سامر، انت وضعك بالمدرسة ما بيسر ابدا وماشي من سيء لأسوأ، وعلاماتك بالامتحان التجريبي مخجلة، وغيابك عن المدرسة بدون عذر تجاوز المعدل، وعندك السنة بكالوريا. يعني انت اذا استمريت على الخط اللي ماشي عليه راح اقول لك من هلا انه نجاحك شبه مستحيل، وهذا الشيء راح يضرك لك ويضرنا نحن كاداره مدرسه. استاذ بدي اقول لك انا، انت بتعرف انه مدرستنا بالعاده بتحقق اعلى مستويات النجاح وسمعتنا بالاوج، فنحن ما راح نسمح لواحد مستهتر مثلك يسيء لسمعه المدرسه او يخفض معدل النجاح. يعني باختصار انت بالنسبه للمدرسه ورقه خاسره، وهالشيء ما بيناسبنا ابدا. عفوا استاذ بس انا عندي ظروف خاصه. انا ظروف خاصه؟ هاي كل الطلاب عندهم ظروف خاصه مو بس انت، وكلهم قدروا يتجاوزوا هالظروف او على الاقل حاولوا ما قدروا، لكن انت بتفوت على الفحص كانك فايت على السيران، يا بتسلم الورقه فاضيه يا بتخربش عليها مثل خربيش الدجاج. استاذ اذا بتريد مو هيك القصه ممكن. معلش معلش ما بدي اسمع مبررات، انا لازم اشوف ولي امرك واسمع منه شخصيا. ولي امري؟ اي نعم. بتخبره انه انا بكره هون عم بستناه الساعه 12. حاضر. واذا ما اجى ولي امرك راح نتخذ بحقك اجراءات قاسيه ومو بعيده نطردك من المدرسه. مفهوم؟ مفهوم استاذ. انصرف لصفك. شفت لك الباطنجي واقف على الاسطوح وعم يلولح بايديه، صرخت فيه من تحت: هي شو معجب بطولك كثير انت؟ ليش ما صبيته لهلا؟ قال لي والله عم يستنى المهندس. قلت له اصب صب على مسؤوليتي، تضرب بيقول لك المهندس. ايه وصبوا السقف بعدين؟ صبوه، وبكره رح نصب على ضايد البناية الثانية. شبه بالعادة لسانه ما بفوت لحلقه. ماما سامر شبك حبيبي؟ ليه ساكت؟ هيك ما في شيء. شايفك مو على بعضك، اذا في شيء احكي. قلت لكم ما في شيء، عم فكر مشكلة رفيقي ماجد. بتقبر قلبي شو حنون، شبه ماجد امي. اليوم المدير ناداله على الادارة وطلب منه احضار ولي امره. وليش بده ولي امره؟ اكيد مقصر بالدراسة. انا من زمان ما برتاح له لهذا ماجد، انت لازم تقطع صلتك فيه فورا. يا وليش لحتى يقاطعوا بقى؟ رفيقه شو بده فيه؟ بعدين كل عين معلقة من كرعوبة. بلا ما يتأثر فيه ويصير مثله، لكان قليلة طلب أحضار ولي الأمر، العمى فضيحة. إي والله لو كنت محل أبوه لماجد كنت دبت بنص أوعية من خجلي. أوعك شي يوم تحطي بهيك موقف، ها قسما عظما بتمر منك نهائيا. ها هلا ابننا نحن مثل ماجد؟ إي ما شاء الله حوله، اللهم صلي على النبي.
شوفوا قديش شاطر، لولا ما بيتحططوا عليه الاساتذه لكان دائما طلع الاول اللي بيصفوا. باين عليه وعلى قوالبه. قوم بابا قوم، قوم اقرا لك كلمه تفيدك، قوم احسن ما لك قاعد عم تتصفن فينا. يعني ما رضي؟ كمو قصة ما رضي، أنا ما استرجيت أفتح معه هيك كثيرة، حسيت رح ياكلني إذا عرف إنه طالبينه بالمدرسة. دخلك أنت لما طلبوا أبوك الشهر الماضي، شو قلت له؟ ما دري أبي بكل هالقصة. كيف ما دري؟ يعني من كل عقلك رح آخذ له النبي، شو جنيت أنا؟ قلت له المدير أبي مسافر وأخذت له ابن عمتي، وهداك وأنت مساكت، هون حفرنا وهون طمرنا. نيالك، يا ريت عندي شي ابن عم كبير يدبرني. خلاص أب سمرة أنا بدبرك. شلون؟ أحكي لك مع ابن خالتي منير، هذا هوي تمثيل وروح قلبه هيك قصص. يعني بيقبل يعمل حاله ولي أمري؟ قلت لك روح قلبه هالشغلة، بيركض عليها بإيدي ورجلي ومع بوسة إيد كمان. قوم لنشوف فلكن يلا. هلا؟ أوكي هلا ما ضل عنا وقت. طيب قوم لنشوف، ولا يهمك إذا ما لقينا مدبر لك ولي أمر من تحت الأرض. كفو. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. أنا رجل الأعمال بسام شالاتي والده لسامر. يا أهلا وسهلا فيك، شرف شرف ارتاح. شكرا. بالحقيقة نحن من زمان منتظرين هالزيارة. معلش بدكم تعذروني لأنه ظروف شغلي وعملي ما عم يتركوا لي مجال حتى أجي أطمن على ابني سامر. بصراحة بسام بيك وضع سامر ما بيسر بنوب. هي ورقة علاماته للفحص التجريبي. شوفها واحكم بنفسك. العمى؟ العمى شو ها؟ الله لا يعطيك عافية فوق تعبك. لك ليش ما عم تدرس ولا؟ لك شو يلي أخذ لك عقلك؟ العمى ضربك ما قبلتك. طول بالك بسام بيك، مو هون مو هون. شو طول بالي؟ شو طول بالي يا أستاذ؟ لازم أعرف شو قصته. الله وكيلك ما عم ينقص عليه شيء، كل طلباته مأمنة، مصروفه عدم المؤاخذة قد معاش 5 أساتذة، سيارته أحلى من سيارة مدير التربية، عنده مدرس خصوصي لكل مادة. شو بده لسه يعني؟ شو بدك لسه ولا؟ شو بدك؟ سودت وشي، الله يسود وشك، سودت وشي، سودت وشي. معلش هدي أعصابك بسام بيك، شرف شرف ارتاح. بترجاكم أستاذ، بترجاكم رجاء شديد اللهجة إنه تعاقبوا لهالحيوان وبالطريقة يلي بدكم إياها، وأنا مستعد أعملكم تفويض بهالشي. بسام بيك الموضوع مو موضوع تفويض. لكن ارفعوه فلقة، ارفعوه فلقة بالباحة قدام كل رفقاته حتى يتربى. بسام بيك شو فلقة وما فلقة، زمن الفلقات انتهى. بعدين ما شاء الله سامر صار شاب والمفروض ما يتعامل بهالطريقة. نحن حبينا نلفت نظركم وبس، وانتو بالبيت اتصرفوا بالطريقة اللي بتعجبكم. معك حق، أنا بدبره بالبيت. بس أرجوك أستاذ بسام بدون عنف مشان خاطري. يا سيدي خاطرك على عيني وعلى راسي، أنا رح أتصرف وشكراً كتير لكم. وين وين أستاذ بسام؟ ما شربتوا القهوة؟ معلشي معلشي مستعجل كتير، ممكن أخذ المخطوب معي؟ ماشي الحال ما في مانع. امشي ولا؟ امشي قدامي ضربة خلع رقبة خلع. امشي. إيه بس زودت شوي يعني، أخذك الحال كتير. فعلاً. اندمجت بالدور تماماً وفتت فيه عن جد، وحسيت حالي أبوك عن حق، ولولا شوي كنت رح أسلخك كفين قدام المدير جيب أجلك فيهم. حتى يصير المشهد واقعي أكثر. الله ستر. شو أب سمرة مناوي تغدينا؟ ليك المسكين أبا خالتي ناقص كيليان على هالدور. على عيني، أحلى غدا لأحلى ولي أمر. متر مساء الخير بابا. سامر استنى لقلك، مديركم منين بيعرفني؟ مديرنا؟ ليش وين شفته؟ ما شفته، اتصل فيي بالتليفون وقال بكرة بده يقابلني الساعة 10. شو هالحكي؟ وليش هيك ارتعبت؟ ليكون عامل لك شي فصل ناقص بالمدرسة ولا؟ لا 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 ماني عامل شي، شو بدي اعمل؟ لا بس يعني ما في بالعادة المدير يحاكيك بالتليفون يعني.
لا وحكى معي بطريقة كأنه بيعرفني فيها من زمان. ايه شو بابا، انت زلمة معروف ومشهور، معروف انت شو هالحكي، في حدا ما بيعرفك بالبلد، انت علم بابا علم. وانا هيك عم اقول لحالي. برافو عليك، انت ذكي، طالع لابوك، افرت لحالك. ايه تصبح على خير بابا. انت بخير. سامر. نعم استاذ. قال لك شي ابوك انه جاي اليوم لهون؟ نعم استاذ، ما بقى الا يوصل. خير استاذ، في شي بخصوصي؟ لا لا تخاف، بدي سلمه بطاقه دعوه لحضور مجلس الاباء. استاذ كنت انا بعطيها؟ لا، بدي اخذ رايه بعقد هيك مجالس وتعليقه على الموضوع. استاذ في طالب مخاطب بالشعبه الاولى. شو الحكي؟ مرحبا. أهلا وسهلا، أنا ولي أمر الطالب سامر شالاتي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تحياتي، شرفت.